يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الحديث اليوم عن الفكر الإباضي في ظل هذا الانقسام والتشظي والتناحر يعيد إلى الأذهان مبادئ كاد الاحتراب أن يقصيها، مبادئ يلخصها قول الإمام السالمي رضي الله عنه: ونحن لا نطالب العبادة فوق شهادتيهم واعتقادا، فإن أتوا بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا. إن هذه المبادئ واحتفاء فكر المدرسة الإباضية بها لفت أنظار العقلاء إلى حاجة الأمة إليه. في الفكر الإباضي لا يوجد تأل على الله وزعم باستحقاق الجنة لفئة دون فئة واستحقاق النار لمن خالف تلك الفئة. في الفكر الإباضي لا تلغي الخصومة الحقوق، لا تلغي الخصومة الحقوق أو تهون منها ولو كانت خصومة في الحق بين عدل وبغي. في الفكر الإباضي، في فكر المدرسة الإباضية، حرص على الحياة وعلى الإبقاء عليها ما أمكن، وحفظ لما يحيط بها من مال أو ممتلكات أو أعراض، ولا يغيب ذلك أو يلغيه خصومة أو حرب. إن أقصى ما يصل إليه الخلاف الإنساني هو الحرب والصراع المسلح، ومع ذلك فإن قراءتنا للفكر الإباضي وهو يمارس حركته التاريخية تنظيرا وتطبيقا يظهر حقيقة أنه حريص على الإبقاء على الحياة وعلى سلامتها وعلى ذمم المسلمين وعلى عهودهم. واقرأوا إن شئتم عهد الإمام صلت بن مالك رضي الله عنه إلى قادته على الأسطول في حرب سقطرى لتعلموا أي نظام محكم يحفظ الحقوق ويمنع إراقة الدماء ما أمكن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الرشد السيابي، أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، في الحقيقة إن الحديث في موضوع كموضوعنا اليوم وهو موضوع الوساطات الإباضية في الصلح، الحقيقة وجه إلي أن نتحدث في هذا الموضوع، وإن كنت لست بفارس فيه، وإنما بعض الاطلاعات البسيطة التي جعلتني أقتحم غمار هذا الموضوع. فالمتأمل في التاريخ الإسلامي وبالتحديد في تاريخ المدرسة الإباضية لا يجد وبكل وضوح ودون أي شبهة أن الإباضية منذ ظهورهم بل قبل نسبتهم إلى عبد الله بن إباض يدعون إلى الوحدة وينبذون الخلاف، وينبذون الخلاف والشقاق والخلاف والنزاع، ويسعون بكل وسيلة من شأنها المساهمة في الوحدة إيمانا صادقا منهم إلى أن القوة في الاتحاد والضعف والخذلان في التفرق والتشتت والانحياز. والقلب في الحقيقة في وجل مما يراه في مختلف بقاع الدنيا مما آل إليه أمر المسلمين من تفرق وتصدع ونزاع كاد أن يأتي على الأخضر واليابس، ما جعل أوار الحروب تشتعل وجعل العالم الإسلامي بصفة عامة يعيش في سنوات عجاف. لولا لطف الله تعالى لتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات. فمن لطف الله تعالى أن يسر وسخر لهذه الأمة من يشد أزرها ويذكرها بالله وما دعا إليه الله تعالى، وذلك بالتوسط والوساطة تارة بين أفراد المجتمع الواحد أو بين أفراد مجتمعين مختلفين أو أكثر، وتارة بالصلح الذي دعانا الله سبحانه وتعالى إليه في محكم كتابه حيث يقول: والصلح خير. فقد من الله سبحانه وتعالى على الأمة الإباضية أن تكون وفق منهجها ومسلكها مسلك الحق والاستقامة أن تسعى في كثير من الأحيان إلى عقد صلح بين متخاصمين أو أكثر، أو تتوسط من أجل أن يعقد ذلك الصلح، وليس هذا الأمر بدعا من منهجها، كلا، بل هو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح من لدن سماعهم لآي الله تعالى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالمستقصي لكل الوساطات التي قام بها أتباع المدرسة الإباضية
ليتعب في إحصائها إن قدر على ذلك أصلا، فوساطاتهم وإصلاحاتهم أكثر من أن تحصى. وإنه مما يحز في القلب أن تطلب مني هذه الورقة، فقد طلب مني أن أكتب في هذا الموضوع، فقلت من أين سأبدأ وإلى أين سأنتهي؟ فقلت حينها سأسلك المنهج الاستقرائي في المناهج العلمية التي تثبت الحقيقة المراد إيضاحها، فسأختار صلحا أو صلحين أو ثلاث للتدليل على صحة ما نسب إلى المدرسة الإباضية من أنها كانت بالفعل سباقة وفاعلة في ذلك. فاخترت بإذن الله تعالى الوساطة التي تفضل بها جلالة السلطان تيمور بن فيصل والإمام المعظم محمد بن عبد الله الخليلي أبو عبد الله، فيما يتعلق بحرب الحجاز التي دارت رحاها بين ملك الحجاز ابن السعود والشريف الحسين بن علي، مع أنه لم تكن هنالك كما دعا الملك سعود إلى عدم وقوع حرب تسفك فيها الدماء على حد تعبيرهم، فهم قالوا بأنهم لا يريدون أن تقع في ذلك بحور من الدماء أو ما شابه ذلك. فكان الإباضية ومن معهم حقيقة خير حام بعد الله تعالى للحرمين الشريفين من الوقوع في نار قد تأخذ بالأخضر واليابس بما يعرضه ذلك النزاع، بما يعرض ذلك النزاع البقاع المقدسة في مأزق خطير من خلال استيلاء قوى غربية عليها. وهذا ما فصل فيه الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى الحديث في مجلته الرائدة المنهاج، والتي أوصي الجميع بقراءته مباحثها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد اخترت بعض نماذج للوساطات والإصلاحات التي وقعت في إطار المدرسة الإباضية في حد ذاتها بين المشارقة والمغاربة، مما دفع عن الأمة الميزابية الإباضية بعض الخطر الجسيم الذي كان يحدق بها لولا فضل الله تعالى، ثم فضل المخلصين من الرجال الأشاوس الذين دافعوا عن وحدة الأمة وبكل إخلاص، ومنهم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخليلي. وقد اخترت في الحقيقة الحديث في هذه الورقة كما وجه إلي، الحديث عن الزعيم سليمان بن عبد الله بن يحيى الباروني باشا هذا الإمام وهذا القائد وهذا الزعيم السياسي المحنك الليبي من جبل نفوسة. الحقيقة الكلام يطول في هذا الموضوع، ولكن البحث عرضت فيه أولا المعنى اللغوي والاصطلاحي لمعنى الصلح والوساطة، فما معنى الصلح وما معنى الوساطة حتى نفهم هل المدرسة الإباضية حقا طبقت هذين المصطلحين سياسيا أم لا. فالمعنى اللغوي كما تعرفون وكما لا يخفى عليكم بأن الصلح هو من الصلاح ضد الفساد هذا، أما الصلاح بكسر الصاد الصلاح فهي مصدر منها المصالحة والاسم الصلح. أما الصلح في قاموس السياسيون يعرفون الصلح بأنه اتفاق بمقتضاه تنتهي حالة الحرب القائمة بين الأطراف المعنية حتى يعود السلام بينهما، ويكون هذا الاتفاق في صورة معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسبق عقد معاهدات الصلح في العادة اتفاقيات لعقد الهدنة، واتفاقية الهدنة تتضمن أولاً وقف العمليات الحربية لفترة معينة أو إلى أجل غير محدد، إلى أن يقولوا في تعريفهم وبعقد هذه المعاهدة معاهدة الصلح وتبادل التصديق عليها تعود حالة السلام بين الدول المتحاربة وبين الفرق المتنازع في أمر من الأمور، وهذا يتضمن بمقتضى ذلك إطلاق سراح الأسرى وإعادة تبادل التمثيل الدبلوماسي والتجاري لهذه الدول أو لتلك الجماعات. هذا ما يتعلق بالصلح. أما ما يتعلق بالوساطة فالوساطة كما عبر عنها اللغويون من وسط، وتقول قوم وسط ورجل وسط يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع والذكر والأنثى، إلى أن يقول في هذا أي كريم الرجل الوسيط هو الكريم
كريم الطرفين، وقد وسط يوسط وساطة فهو الوسيط. وعادة ما يختار الرجل الأمثل لتمثل الوساطة بين طرفين اثنين، فالوسط عادة والوسيط يكون بين الطرفين الاثنين. أما المقصود بالوساطة في الجانب السياسي فهي إحدى وسائل التوفيق بين دولتين متنازعتين، وذلك عن طريق دولة أخرى أجنبية. هذا هو ما سنراه واضحا وجليا في أن الإمامة أو سلطنة عمان في عهد السلطان تيمور بن فيصل والإمام أبو عبد الله محمد الخليلي كانت هي دولة محايدة تدخلت في حل ذلك النزاع الواقع في حرب ما يسمى بحرب الحجاز. الحقيقة لا يسع المقال أو المقام لذكر كل ما يتعلق بجزئيات البحث، فقد أفردت تعريفا موجزا عن المدرسة الإباضية. وهذه المدرسة الإباضية التي نعرفها ككل راجعت إلى عدة مصادر ومراجع، أكتفي بذكر المبادئ السياسية والمبادئ العقدية التي تقول بها هذه المدرسة، بعدما أشرت إلى أن مصادر التشريع عند الإباضية لا تختلف عن مصادر التشريع عند بقية الأمم، عند بقية المذاهب والفرق الفقهية الأخرى، فكلهم يعتمدون على القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والقياس والاستدلال في بالأدلة المختلفة فيها. هذا ما يتعلق بالمدرسة الإباضية. آراء الإباضية، أولا الآراء العقدية، لماذا هذه الآراء؟ حتى نفهم توجه المدرسة الإباضية في حل المشكلات وحل النزاعات والصلح والوساطة بين الأفراد المتخاصمين، سواء كانت دول أو سواء كانت جماعات. ينطلق الإباضية في عقيدتهم من تنزيه الله سبحانه وتعالى وكل ما أوهم التشبيه أو غير ذلك. ليكون المرء مؤمنا عليه أن يأتي بثلاثة أركان، كما تفضل أخي الأستاذ الآن باستشهادا ببيت الإمام السالم رحمه الله تعالى، بأننا لا نطالب الناس فوق التوحيد بالله سبحانه وتعالى. فمن مبادئنا العقدية ندعو إلى ثلاثة أركان، وهي الإيمان بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح لمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قالها الناس فقد عصموا منا أموالهم ودماءهم إلا بحق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مبادئهم العقدية أيضا بأن الله صادق في وعده ووعيده، إلى آخر هذه المعتقدات. ثم بعد ذلك الآراء السياسية، وهي ما يهمنا في هذه الورقة. الإمامة فريضة بفرض الله سبحانه وتعالى الأمر والنهي، وبوجوب العدل وأخذ الحقوق ووضعها في مواضعها. لا تشترط القرشية ولا العروبة في الإمام، وإنما يختار الإمامة الأكفى، وإذا تساوت الكفاءات كان للقرشية والعروبة الترجيح. لا الخروج يجب على الأمة الإسلامية أن تختار سلطانا أو إماما، ولا بد لهذا الإمام أن ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى بالعدل والمساواة، وهذا ما سنراه في المحور الذي بعد هذه المحاضرة إن شاء الله. لا يجوز التعدي على دولة مسلمة قائمة داخل حدودها، لا يجوز التعدي على دولة مسلمة داخل حدودها إلا إذا كان ذلك من باب رد العدوان، وفي هذا دعوة إلى المصالحة والمساواة والتوسط والوساطة بين الدول المتنازعة، وعدم التدخل في حقوق الآخرين إلا بالحسنى، إلا لرد لرأب نار الفتنة وصدها. ثم إذا جاء العدوان وجب رد العدوان، ولا نبقى مكتوفي الأيدي، وهذا من المبادئ العقدية أيضا. يجوز تعدد الإمامات داخل الأمة الإسلامية إن دعت الضرورة الملحة إلى ذلك، ولكم أن ترجعوا إلى كتاب الفكر السياسي عند الإباضية للأستاذ عدون جهلان رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتعريفات والمبادئ السياسية والعقدية للمدرسة الإباضية. ترى ما هي الوساطة عند العمانيين؟ في الحقيقة الوساطة عند العمانيين كما هو معروف، وكما كتب الأستاذ الدكتور إسماعيل الأغبري حفظه الله في لعلكم اطلعتم على روضة الصائم في الملحق الذي تصدره مجلة جريدة عمان، في شهر رمضان كانت هناك حلقات مهمة ورائعة جدا فيما يتعلق بالوساطة عند العمانيين، وكتب مقالات مهمة جدا في عدد من في حلقات متعددة.
اقتبست منها هذا اللفظ أو هذه الفقرة. وقبل أن نغوص فيها, قبل أن نغوص بذلك في حياة الإمام الزعيم سليمان الباروني باشا وبيان أثر شخصيته في تكون منهج الصلح والوحدة, لا بأس أن نشير بس بعد ما دخلت أنا في الموضوع. إذن مباشرة بعد ما دخلت أنا كم الوقت؟ 6 دقائق. هذا الموضوع طويل يعني 60 صفحة إيش يخلصها. إذن مباشرة يعني كما ترون الكم الهائل من وأخر كلام الدكتور جزاه الله خير الدكتور إسماعيل الغفري في الوساطات العمانية وغيرها, أدخل مباشرة طبعا حياة الإمام الزعيم الباروني باشا. ذكرت كل مراحل حياته المتعلقة بتكوين شخصيته الإصلاحية, لأن زعيم كزعيم سليمان الباروني باشا رحمه الله تعالى كان شخصية قيادية بجدارة, لأنه تولى في ليبيا ثم بعد ذلك تولى كما تعرفون لما الإنسان يؤمر بالسرعة في الكلام لا يعرف ماذا يقول حقيقة. يعني السلطان الزعيم الباروني باشا في الحقيقة في ليبيا عبر مراحل جهاده مع في ليبيا مع الاحتلال الإيطالي ثم وجوده في تركيا في عهد الدولة العثمانية, كان لهذه الأحداث كله مع تفصيل هذه الأحداث كان لها دور بارز في صقل شخصيته, إلى أن جاء إلى عمان ورحب به ذلك الترحيب الذي علق عنه فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي في كتابه الإباضية بين الماضي والحاضر, فقال بأنه لم يرحب بشخصية مثل هذه الشخصية ذلك الترحيب. وما أحدثه الزعيم سليمان الباروني باشا في عمان من إصلاحات وتعديلات على مستويات عديدة, ومنها مستوى التعليم ومنها مستوى العلاج وغيرها, إلى أن تلقفته أيدي المنون, ثم بعد ذلك الصلح الذي عقده أيضا حتى بين الإمام قرب, لأن الجفاء كان موجود بين الإمام والسلطان فقرب بينهما, ثم بعد ذلك لما رأوه أهلا لذلك اختاروه أن يكون هو الممثل للدولة العمانية عند الملك الحجاز والحسين الشريف بن علي الحسين. إذن يعني أغض الطرف عن تعليق الشيخ أبو الإقدان وغيره عن هذه, أدخل مباشرة في الرسائل وتحليلها. نص الرسائل التي وجهت إلى الرسالة الأولى من سلطان تيمور بن فيصل إلى حضرة صاحب العظمة سلطان نجد وتوابعها عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود, يقول فيها جلالته إلى حضرة صاحب العظمة سلطان نجد وتوابعها. المهم جاء برسالة طويلة وعريضة. الرسالة الثانية أيضا من السلطان تيمور بن فيصل إلى سمو الملك علي بن الحسين, ونصها أيضا أوردت النص, ثم بعد ذلك الرسالة. الإخوة المنظمون أذنوا في أن تزاد 5 دقائق. جزاك الله حتى أحسن. تأخذ راحتك ولا تتعجل. نعم لأنه حقيقة بدأت تطول مراحل يطي يعني حتى الناس يعني ما يعرفوا نصوص الرسائل الموجودة. أقرأ نصا من نصوص الرسائل التي وجهها السلطان تيمور بن فيصل, يقول إلى حضرة صاحب العظمة سلطان نجد وتوابعها, أخينا عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود لا برح في رقي وإجلال, السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أخوكم يحمد الله الواحد الأحد بحال يسركم, يرجو من الله أنكم بحال يسر إخواننا المسلمين. منذ برهة من الزمن انقطعت مواصلات المكاتبات الودية بيننا, فعسى أن يكون الشاغل خيرا, والباعث على طرسنا هذا الودادي أو الودي هو أن حامله جناب الشيخ الجليل عندنا سليمان باشا الباروني أحد رجال الإسلام ومن علماء مذهبنا, قصد السفر إلى مركز عدلكم الذي أضاءت أنواره أقصى ممالك الإسلام, فلزم تجديد مراسلات الصداقة وروابط المحبة بيننا والتي لا تتغير. وبهذه المناسبة أتشرف بأن أصرح لعظمتكم بأننا في كدر وأسف عظيمين من استمرار الحرب حول بيت الله الحرام بين إخوان مسلمين, كل منهم يعظم البيت المقدس ويحترمه. هذه الألفاظ لها دلالتها في هذه الرسالة, نسأله تعالى يوفق الجميع. ثم بعد ذلك رسالة على غرارها إلى الملك علي بن الحسين. أما الرسالة التي وجه بها الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخليلي إلى الزعيم سليمان الباروني باشا, يقول إلى جنابي المجاهد في سبيل الله الغيور في دين الله أخينا الشيخ سليمان الباروني باشا,
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيث إن العالم الإسلامي في اضطراب واهتمام بقضية الخلافة والأماكن المقدسة، وقد تقرر على ما بلغنا عقد مؤتمر لأجل ذلك، فإنا نكلف جنابك باسم الأمة العمانية أن تحضر هذا المؤتمر الذي سيعقد لهذا الغرض. ثم بعد ذلك وجه له بعض النصائح وقال بأنه أهل أن يتخذ القرار المناسب، ولكن الظروف كما ذكرت بعض المصادر التاريخية وعلى ومن بينها كتاب الأستاذ سليمان الشيباني حفظه الله عن سليمان الباروني باشا، ذكر بأن الإمام الزعيم باشا لم يمكن له الحضور في ذلك. إذا من خلال هذه الرسائل أوجزوا في النقاط محددة: تأسف الإباضية وتكدرهم من نشوب أي خلاف يمس جسد الأمة الإسلامية على اختلاف مشاربها ومعتقداتها، إيمانا منها أن الكل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا انطلاقا من حديث سيد البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ثانيا محاولة التوسط الذي يفضي إلى صلح شامل وعادل يمنع نزيف الدماء وضياع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والتعدي على الأعراض وانتهاك الحرمات. ثالثا السعي إلى حماية مصالح الأمة على العموم وعدم الالتفات إلى الجزئيات البسيطة التي يسع فيها الخلاف، فحفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال من واجبات كل مسلم اتجاه أخيه المسلم، هذا الذي حاول كثير من ملوك المسلمين الحفاظ عليه كي لا تهوي الأمة في واد من الظلم والعدوان وزهق للأرواح في واد سحيق، فقد آل أمر الحجازيين واقعا إلى ما لا تحمد عقباه لولا لطف الله سبحانه وتعالى. ولعل كلام الشيخ أبي إسحاق في بيان ما وصل إليه الحجازيون بصفة عامة ليؤكد قطعا ما نقوله. من يدين رابعا من يدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله وجب احترامه واحترام رأيه ما لم يصر على كبيرة من الكبائر التي تخرج من الدين والعياذ بالله. خامسا الحفاظ على المقدسات والحرمات الإسلامية بوضع حد لكل ما من شأنه أن يصيبها بسوء، سواء كان المعتدي أجنبيا غير مسلم أصلا أو مسلما باغيا، لأن كل المسلمين مشتركين فيها ويجب عليهم جميعا الوقوف صفا واحدا في سبيل حمايتها والذب عنها بكل ما أتاهم الله تعالى من قوة. سادسا الصلاح والصلح هو المطلب الوحيد، ولا مجال لحظوظ النفس من باب زرع التآخي والتآلف والتآزر بين أبناء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ما لم يخالفوا أمرا من أمور الدين المعلومة بالضرورة. عدم الالتفات إلى الخلفيات الدينية والدعوة إلى المعرفة والتعارف والاعتراف على جميع المستويات والأصعدة حتى لا تشتعل شرارة الفتنة والعياذ بالله. ثامنا قبل الأخير نبذ التعصب المذهبي إلى جحيم نبذ التعصب المذهبي الذي يؤدي إلى جحيم عدم التواصل والفرقة بين الأمة بين أفراد الأمة المسلمة. تاسعا دعوة إلى الوحدة في مختلف أبعادها ومحاورها، وهذا هو المنهج الإباضي الذي يلمحه كل من اطلع وصبر التاريخ الحقيقي وقرأ لهذه المدرسة ولم يقرأ عنها. ولمزيد من التأكيد لا بأس أن نورد بعض الأمور التي تدل على دور الإباضيين في الوحدة، وقد أوردت بعض النصوص التي تتعلق بالوحدة. ثم أوردت بعد ذلك الرسائل التي وجهها الإمام أبو عبد الله الخليلي رحمه الله إلى أبناء الأمة الميزابية لبعض الخلافات التي وقعت بينهم في قضية بعض الأمور المتعلقة بالإفتاء، يدعوهم إلى شد أزرهم والتكتل نحو علمائهم والوحدة حتى لا يصلوا إلى نار الفرقة والعياذ بالله. ثم بعد ذلك من خلال هذه النصوص استوردت بعض النتائج من خلال هذه المحاضرة كلها، والمحاضرة طويلة في الحقيقة والمداخلة. أقول بأن الإباضية تسبقون إلى الصلح وسعين بكل ما أتاهم الله تعالى إلى ذلك ولو بالوساطة أو طلبها، لم يغفل إباضية المشرق عن إخوانهم المغاربة، فقد كانوا حريصين كل الحرص على جمع كلمتهم ودعوتهم إلى الوحدة، ما يؤكد بأن الصلح ليس في إطار دولة وأخرى بل حتى بين الفرق المتنازع فيما بينها في إطار المذهب الواحد. ثم قلت أخيرا بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة هدفها إعلاء كلمة الله تعالى والسعي قدما إلى تحقيقها في أرض الواقع وتجسيدها عملا واقعيا لا مجرد عبارات وشعارات جوفاء منبعها التقليد والتهريج، بعد نظري
أئمة وسلاطين المدرسة الإباضية في مختلف المجالات، الأمر الذي دعاهم إلى تقبل الآخر ودعوته إلى المعرفة والتعارف والاعتراف. أسأل الله سبحانه وتعالى ختاما أن أكون قد وفقت في وضع بعض النقاط على الحروف على هذا الموضوع المهم الذي يؤكد وبكل جدارة أن الإباضية ذو منهج سليم في التعامل مع الأحداث كيفما كانت، وهذا من خلال تجربتهم الواقعية التي عاشوها على مر العصور، ما جعل أئمتهم وسلاطينهم يحكمون بما أمر الله تعالى به إن في القرآن أو في السنة الشريفة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يقيض لهذه الأمة من يحمل لواءها عاليا لا يخاف في الله لومة لائم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.